home, then watch out for Timmy. He's a biter. I'm not changing any diapers. Dearie, call Judy. You complete me. Oh, I cannot get the password. No, no. Oh, hun, face scan. Oh, nice smile. Awesome. Gazelle, I'm coming! Drop that beat! The friends you choose makes them family. Brace your body and be free. There's the train! Hang on! Oh! Good evening. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه مسلسل زوتوبيا بلس. من النجوم اللي قاموا بالاداء الصوتي ادريس البا وجينيفر جودوين وموريس لامارش وكريستين بيل، واللي كتب واخرج المسلسل ترينت كوري وجوزي ترينيداد. المسلسل مكون من 6 حلقات قصيره وبدور احداثها في وقت احداث فيلم زوتوبيا واللي كان نزل سنه 2016. المسلسل نزل على شبكه ديزني بلس يوم 9 نوفمبر سنه 2022. زي ما قلت في بداية المراجعة ان احداث ال6 حلقات اتحطت في وقت القصة الاصلية او في وقت الفيلم الاصلي، فاحداث المسلسل لا هي قبل احداث الفيلم ولا هي بعد احداث الفيلم، فصناع عمل المسلسل ده حطوا القصص بتاعتهم في اماكنها المناسبة وبطريقة متناغمة وجميلة. الحلو كمان في المسلسل كان الجرافيك والرسومات والالوان والانيميشن او الحركة اللي كانت جميلة وبصورة احسن من الفيلم اللي كان نزل سنة 2016، بالاضافة كمان للموسيقى اللي كانت جميلة والاداء الصوتي اللي تعودنا عليه واللي كان رائع. وزي ما احنا عارفين ان المسلسل ده يعتبر المسلسل الخامس بعد مسلسل داك دايز وباي ماكس واي ام جروت وكارز اون ذا رود، فالمسلسلات الاربعة اللي فاتت كان فيها بعض الحلقات الحلوة وبعض الحلقات اللي ما كانتش قوي، لكن مسلسل زيتوبيا بلس الصراحه كانت ال6 حلقات كانوا احسن من بعض. الحاجه الوحيده اللي ما كانتش حلوه كانت تتر بدايه كل حلقه. خلاصه الكلام، المسلسل القصير لزوتوبيا بلس مسلسل جميل وممتع وما فيهوش ولا لحظه ملل، وساعدتنا في انتظار الجزء الثاني في حاله لو ديزني فكرت تعمله. اللي حابب يتفرج على المراجعات اللي عملتها لمسلسل داك دايز وبي ماكس انا سايب اللينكين تحت في الديسكريبشن. تقييمي لمسلسل زوتوبيا بلس هو 9/10. واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.